ركلة ركنية، الكرة الثابتة، حل مهم جدا بنتكلم عنه منذ الدقيقة الأولى. ناصر يلعب على القريبة على طول لعبد الكبير الوادي لناصر ماهر اللي جاي من تحت عمر كمال. عمر هل يسدد؟ عمر 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 تصويبه جول يا ولد يا لعيب، لا 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 لا, لا, لا. عالمي يا ولد يا لعيب، وبالتخصص عمر كمال عبد الواحد. لا قوة ايه وإثارة ايه وهدف ايه، عمر كمال عبد الواحد، الله 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 عليك يا ولد. جملة ايه وتمريرة ايه من الكرات الثابتة اتكلمنا عنها كتير، قالوا لا يستنى، وتصويبة تسديدة رائعة، هدف رائع، هدف عالمي من عمر كمال عبد الواحد. اي تصويبة، اي قطة واي لمة يا ولد يا لعيب في الزاوية البعيدة، لعب الكورة التصويبة من ناصر لعبد الكبير الوادي ومن الوادي الوادي البعيد، ولكن الركن ابدا ما كانش هادي. انطلاقة من على الاطراف لصالح مودرن فيوتشر، يقف ويستنى علي زعزع لمحمد صادق، صادق يلعب على طول في نص الملعب، تمريرة فتح الله كماتش اللي يطلع ويعدي ويطلع الكرة الوسط ملعب طلائع الجيش، مرة تانية ترجع لعمر كمال عبد الواحد يا ولد العيب بوش القدم لعبد الكبير لمروان ختل نفسه، هيسدد يسدد جول، هو 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 مروان محسن يا ولد يا لعيب على كورة الثاني، رائع رائع رائع، قاتل الهدف الثاني لمروان محسن، خدها لنفسه، عدى فتح زاوية للتصويب للتسديد، يسجل ثاني هدف اللقاء. نام يا سيدي نام، سجل يا سيدي سجل، أي فرحة وأي قوة لمودرن فيوتشر، لا قوته وروعته وإثارته عبد الكبير الوادي بفنت بتمريرة لمروان محسن، الله يا ولد يا لعيب، تصويبة تسديدة على يسار الحارس، يسأل عنها خط ظهر طلع الجيش، توهان توهان لخط ظهر طلع الجيش، يعاني في كورة الثاني.